هل سمعت عن أصغر عريس في مصر عمره 13 عاماً؟ هذه ليست شائعة، إنما هو حال المطرب الشعبي المصري عبد نجم الذي أعلن خطبته على المطربة الشابة منى قدري وهما بعمر 13 عاماً. لكن العروسين خرجا عن صمتهما وصرحا بأنهما يبلغان من العمر 17 عاماً ويعملان مطربين شعبيين بجانب دراستهما، لكن الخطبة لم تدم طويلاً وسرعان ما أعلنا الانفصال عن بعضهما. المفاجأة أن نجم أعلن ارتباطه بالصديقة المقربة لخطيبته السابقة وبدأ بنشر فيديوهات تجمعهما معاً كي يثير غيرة الأولى التي في أثناء وجودها على المسرح لتحيي حفلاً فوجئت بصديقتها وخطيبها السابق يخبرانها بأن هذا ما كان إلا مقلباً لإقناعها بالعودة إليه.